اهو. وعمي ماسك العصيده. جت موتك فينك انت وابا تمشي مدريه. امسكوا ولاد الكلب. امسكوا ولاد الكلب دول. امسكوا ولاد الكلب. امسكوا. يا صلاه النبي احسن اهو كده يا عبده. ما تشمتش العدو فينا. ما تخليش عدوان يتفرعن علينا. قاعد يقسم في التركه ويحسب ويعد ويفك حجز ويسيب دين. ده يا عمده يا اخي ان شاء الله ما يوعى هو واولاده. انا تعبت يا مجنون. السلام عليكم. ده تعبان قوي يا سيد حفيظ. انا بقول نجيب له حكيم يشوف. لا حكيم ده عليه يا سي علوان. اطمن اخوك بخير ما تبشرش عليه. دي جدته ايضا نار يا ناس. لا حكيم قال. حكيم لا. حكيم لا. لا. ما تخش تريحي بدنك شويه. ولا هيجي لي راحه الا لما يقوم بعافيه. خيبك انا افتكرتك ام قويه. اللي هو كنت تعمل ايه ساعتها؟ لا ايه ولا تيه، كنت هروح في داهيه. طب ما انت برضك هتروح في داهيه. ليه بقى؟ انا هقول ليه. دخلت الزريبه لقيت حسان بيحلف في الجاموسه ونازل فيها شور. وانا كمان هقول ليه. هتقول لها ايه يا ناصر؟ هقول ليه دخلت امبارح على فاطمه في اوضه الفرن ولقيتها جايبه رغيفين عيش قمح وفتهم في عسل اسود وعليهم شويه قشطه ونازله لاط. ما هو ده اللي راعبني ومشتت فكري. لو انا مت علوان اخويا هيبهدلك، ولو انت متي حسنين ابن عمك هيبهدلني. ربنا يجعل يومي قبل يوم. يومك يومي، احنا الاتنين رمه لا اسم ولا ذكر. لو كنت سمعت كلامي. يعني عايز نعيش مع ضري. ودي تسميها برضه يا ست العارفين؟ دي زي ما تقولي بهيمة تعشر وتولد وبس. مش عرفك انها هتولد. انا متأكد والحكيم امن على كلامي. حكيم؟ ايوه قال لي انت ما بيكش حال. يعني عايز تتجوز؟ انا مش هتجوز حبا في الحريم. انا اللي مجنني ان الاموال والاطيان اللي تعبنا وشقينا لغايه ما لميناه هتروح هدر. انما انا الحمد لله راجل شبعان وعيني مليانه.
القهوة. اسقيني يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي انجر يا بيه، امشي تعبر، يلا امشي. الحمد لله. بقى بعد العمر ده كله عايز تتجوز يا عثمان؟ بهيمة يا ست، بهيمة تعشر وتولد وطلقة بالتلاتة، وخد انت الولد ربيه ووخديه على طبعك، ويبقى ابنك اللي يقف معاكي وقت الشدة. العم ده خايف عليكي، انت واحدة نجية في وسط وحوش. ايوه. طب لما تصحى وتقوم من فرشتك اللي فيه الخير يقدمه ربنا. اذنك يا ست حفيظه، الحكيم هيكشف. اتفضل يا بيه. صباح الخير يا حضره العمده. ازيك دلوقتي يا اخوي؟ الحمد لله. الواد ظهري ظهري. انعدمت امك مات، وانطبخت امك مات، ولما تشوف امك مع والتانية بسم الله، والتالتة بسم الله، والرابعة بسم الله، والخامسة بسم الله، والستة بسم الله، والسابعة رقوة محمد ابن عبد الله. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد. انا بس بالدواء، احنا مش اتفقنا اني اتجوز اللي يجيب عيل وبعدين تتطلق؟ قاعده تمط تبططي فيا ليه؟ ما انا بخطب لك يا بعدول، بس خايف. من ايه؟ تقعد معاها 9 اشهر وبعدين زي ما رحنا زي ما جينا. وانجبت الولد؟ ابقى انا اللي ولدت. انت اللي ولدتيه؟ واتكتب باسم؟ بسيطه، مكتب الصحة بتاعنا، الأب عثمان والأم حفيظ. أنا مش عايز بنات، أنا عايز واحدة كلها سواجد. طب قلت إيه دي بنت سعدية؟ أهي جوزها ميت ومعاها 2. وطقت؟ ده جوزها مات مفلوس مني، وعندها 7 اخوات ياكلوا مال النبي. أنا عايز واحدة مقطوعة، لا أهل ولا عزوة. انت على بضحى؟ ما تنفعكيش، دي بنت غجرية ولسانها طويل. انا عايز واحدة من كسرة، لا تطلب ولا تطالب. اهي الدنيا مليانة.
ايه رايك في فاطمه؟ فاطمه مين؟ مرات الواد ابو العيله، خدامه درجه اولى وخدت عليكي وعارفه طبعك، يعني مستوفيه كل الشروط. انت اتهبلت يا راجلين، هي فاطمه عازبه وانا الهين. ايه انت يا راجل عايز تطلعها من جوزها؟ بس انت ارضي، انت عايز ابو العيله يذبحها. انا على ابو العيله لقيته بصيره، قرشيني سكتوه وما سكتش. يا النار ضد مجهول. خد ايدك. اوقف يا ابو العلا. اهو كده الهمة. ابو العلا جدع. ايه ده تبيتي؟ اقفلك سيجارة يا ولد. مد ايدك يا ولد ما تتكسفش. اقفله انت يا مبروك. يوميتك خمسة عارفة حتى بس؟ بس يوميتك خمسة ساعة ومين شهرين فات؟ ودي فرق العمرة. خد ولع ولع العمدة أسندك. نفيدك انت مقطع عيالك هلبسك خولي يا ابو العيلة. ونعمل خولي يا حضرة العمدة. ولو شديت حيلك معايا وفهمتني كويس هديك ست قراريط تزرعهم لحسابك ويكونوا ملكك. يا سلام يا سلام على كرمك يا حضرة العمدة. انتوا ناس خدمتوني ولازم اكافئكم. ربنا يعمل بيتك يا حضرة العمدة. ويمكن يبقوا اطماع تمانية. اصل العمدة عاوز يناسبك. يناسبنا ليه؟ في مين؟ في عيشة بنتي؟ فاطمة؟ مراتي؟ طلقها. أطلقها؟ اتجوز غيرها، البلد مليانة بنات حلوة. ومش هتقعد ليلة عادي. مهرك وعفشك على حسابي. إيه الكلام ده يا عم؟ ده مش كلام يا أبو العلم. ده أمر. شرعي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطلع مرتي ليه؟ أنا مش هكلمك في الأمر ده تاني. أنت حر يا أبو العلي. اعقل يا ابني. أطلع مرتي ليه؟ أنا هقولها لك عشان أخلص ضميري. إذا ما طلقتش ولادك هيتيتموا وأمك هتشحت والعمدة هيتجوز.